لا يريد تأخذ العلم تراجع العلم تعمل به تدعو إليه تدافع عن العامل تدعو لهم في ظهر الغيب. الحق السادس مع العلم هذا الذي تتعلم لابد أن تحافظ على هذا العلم بالمذاكرة بالمراجعة بالعمل بالدعوة تصبر. إذن حقوق ستة مع نفسه ومع المكان ومع زميله ومع كتابه ومع شيخه ومع العلم. هذه حقوق ستة لابد أن تؤديها. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح كانوا يلقنوا الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقن أنت الآن قراءة الفاتحة. اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام. كم له من العمر؟ كم؟ لا حد يتكلم. 63 سنة. منها لا حد يتكلم. منها 40 قبل النبوة. و23 نبيا ورسولا. نبي رسولته. هل هو نبي أو رسول؟ نبي أو رسول يا محمد. إنتم بدون أنا مالك بعدين. هو نبي ورسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. يا أيها المدثر. وأول ما نزل عليه وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة العلم. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى العرب؟ إلى قريش؟ إلى أهل الجزيرة العربية؟ بعث إلى من؟ إلى الثقلين. الجن والإنس. ما معنى هذا الكلام؟ أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر مخلد خلود أبدي في النار. يهودي سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو على أي ملة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل شريعة كانت قبل نسخة. وهذا كاذب الذي يقول أنه يتبع عيسى عليه الصلاة والسلام بعد موت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المتبع حقا لعيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل شريعة كانت قبل لا تقبل إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمن يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كاذب مخادع الذي يقول اليهود والنصارى أنتم على الحق.
نمني إزاتنا من يجوا نخدمها غاش لهم ويفقدي يفسدون من ليس لا ينصح لهم إذا أنا نسيان بول تقرأ الفاتحة فاتحة قرأت ماذا تقول في الفاتحة فاتحة كسرت مالي في كل يوم تقرأ الفاتحة أكثر من 17 مرة إيش تقول؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم. يا رب السلام عليكم وتقول يا رب لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليه ولا من الضالين لا من اليهود ولا النصارى. وكيف بعد هذا تقول اليهود والنصارى على دين حق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهود النصارى يوري أمن تابر عليه أمن تأسيب له لكن تجتة. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد. يعني الذي لا يدعو إلى التوحيد هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر عن الشرك. إذا لابد أن ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالحكمة. الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لا؟ نعم مات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق وما الحق البشر. هل بقي شيئا من الشريعة لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الشريعة لم يبلغه هذا يكفر كفر أكبر. نمي وأن محمد وأن يسير لك أما جبت أمل إني سوء كفر أكبر يا أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. رسول ربي أمانات كسر أسياس أمة أبدا حق ربي كسر جهاده بريجرا. هاجر من مكة إلى المدينة. مكة إلى المدينة فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس. سلامي 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 جنما بريجرا. ليلة الإسراء والمعراج. الكنس إسراء والمعراج والبيسر. فرض الله سبحانه وتعالى بنفسه. ربي الكنس إذا ما سلامي جنما قبل الهجرة بثلاث سنين. هجرة النبي هجرة تبوه أمانة سلامتي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة على بيضاء نقية وضح لنا كل شيء حذرنا من الشرك لم يبقى معنا إلا الاتباع خاتمة الأصول الثلاثة ذكر المؤلف فيها ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت وذكر الكفر بالطاغوت لابد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله ما هو تعريف الطاغوت ما تجاوز به العبد حده يعني يتجاوز يتعدى بماذا من معبود يعبد الأحجار والأشجار ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله ما تجاوز بالعبد حد من معبود أحجار الشر من معبود أو متبوع نعم أو متبوع علماء السوء مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبين المؤلف رحمه الله رؤوس الطواغيت خمسة رؤوس الطواغيت الأول إبليس نعوذ بالله منه الثاني من عبد وهو راض جاء إنسان وسلم عليك وانحنى لك بالركوع أو بالسجود إذا لم تنكر أنت طاغوت لابد أن تنكر
أدوان كلام ولكن جيت إنك أروان. إذا قال لك إنسان ما شاء الله وشئت. يوم أنا بدك تستفيد ما شاء الله وشئت سنجيل. إذا تسكت أنت طاغوت. يوم أنت جالس أنت طاغوت. ماذا تقول له؟ ما تقول أجعلت الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. الثالث من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب ولو قليل، لو قال غدا يفوز الفريق الفلاني مثلا او تقوم الساعه او يموت فلان. كاذب وكافر، كفر اكبر. الخامس من حكم بغير ما انزل الله، معتقدا ان الحكم بما انزل الله لا يصلح. أو حكم فلان من الناس والقوانين مثل حكم الله وأحسن. اعتقد هذا كفر أكبر. اعتقد أن حكم الله لابد أن يطبق لكن قدم حكم القوانين هذا.